لمناقشة تردي الحالة الأمنية في العراق عموما وفي بغداد بشكل خاص رغم ملايين الدولارات التي تنفق سنويا على قطاع الأمن. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، تنتشر في بغداد بشكل خاص والعراق بشكل عام عصابات الجريمة المنظمة والخطف والسرقات على نحو مقلق، لكن بداية كيف لهذه الظاهرة أن تنتشر في ظل الجهات الأمنية المختلفة التي يعدها البعض هناك 20 جهة أمنية في بغداد وفي العراق؟ لماذا تحصل عمليات الجريمة المنظمة والخطف والسرقات؟ ما السبب سيادة العميد؟ حياك الله أخي الكريم. حياك الله محمد. الله يسلمك. مفهوم الأمن أخي الكريم ليست كلمات تطلق في الإعلام أو بكثرة المسميات، بل هو مجموعة من الإجراءات والسياقات والقرارات المتخذة لمواجهة الجريمة والحد من وقوعها. لكن في العراق منذ الاحتلال عام 2003 والمجيء بهذا النظام السياسي الأعوج، والبلد يعيش حالة الولوج التدريجي في نفق أمني مظلم، حتى بات جغرافيا واهنة أمنيا وقلقة مجتمعيا. فهؤلاء هيكلوا الدولة وسيسوا القضاء وغيبوا القانون واستبدلوا مهنية الأمن بالنهج الحزبي الولائي. فعندما نرى هذا الكم الكبير من الجهات الأمنية المختلفة مع ارتفاع وانتشار عصابات الجريمة المنظمة والخطف والسرقات بشكل واسع في جميع المحافظات العراقية بما فيها العاصمة بغداد، هذا يشير إلى وجود عوق أمني كبير ناتج عن تعدد الولاءات لهذه الجهات وتباين الصلاحيات وازدواجية القرارات. سيادة العميد، إذا كانت الجهات الأمنية كما تدعي لا تستطيع أن تسيطر على كل الشوارع، لكن هنا ما الدور الذي تقوم به كاميرات المراقبة والتي كلفت الدولة يعني عشرات ملايين الدولارات؟ أخي الكريم، بالتأكيد هذه الكاميرات ليس لها دور إيجابي على الواقع الأمني، والتعذر بكاميرات المراقبة لتأمين الأمن أمر في غاية الجهل والسذاجة الأمنية والرئاسية. المجرم اليوم في العراق يتباهى بجرمه وأمام الأجهزة الأمنية في ظل غياب وفقدان الأمن الوقائي للمجتمع، وأصبحت الجريمة في العراق نهج وسلوك وتحمل مقومات التنظيم والاستمرارية. لذلك دور كاميرات المراقبة هو دور سلبي اليوم، يخدم الميليشيات والأحزاب الطائفية ماليا وأمنيا لضمان بقائها وديمومة تواجدها ومراقبة تحركات معارضيها سواء من الناشطين والوطنيين أو الحزبيين الآخرين الرافضين طبعا لجميع أنواع الاحتلالات مقدمة احتلال إيراني، وبالتالي تصفيتهم جسديا. لذلك مشروع كاميرات المراقبة في ظل الحكم الحزبي الطائفي والسطوة الميليشياوية هو مشروع قتل للعراقيين المخلصين للوطن. سيادة العميد، هناك من طرح يعني وربط في مسألة انتشار عصابات الجريمة المنظمة والجثث المجهولة في بغداد وباقي المحافظات، ربطها بعد سيطرة الميليشيات على الملف الأمني. يعني ما دقة هذا الطرح؟ بالتأكيد أخي إلى ربط أخي الكريم. اليوم عصابات الجريمة المنظمة والجثث المجهولة قد اتصفت بالانتشار والتكرار، وهذا دليل على أن من يقف وراء جهات ذات إمكانيات كبيرة تمتلك السطوة والنفوذ والقرار. وبما أن السلطة اليوم بيد حكومة الإطار التنسيقي المؤلفة من فصائل ميليشياوية وأحزاب طائفية، بالتأكيد ستكون مخرجاتها جرائم منظمة وجثث مجهولة وخطف وسرقات وتهديد للفرد والمجتمع. الميليشيات اليوم المؤطرة مؤسساتيا وحكوميا هي من أسست وعززت الجريمة المنظمة ونشرت ثقافة الجثث المجهولة في العراق، وهذه من أساسيات ومكنونات عقيدتها وضمان بقائها. وهي من تسعى هذه الميليشيات لترسيخ ثقافة الإجرام واستخدام السلاح بدل القانون لتمرير إرهابها وفرض غاياتها وجنداتها. ومن هنا وفي ظل الحكم الميليشياوي والانهيار الأمني، قد تحولت الجريمة المنظمة في العراق إلى إرهاب سلطوي يهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي. لو نعود إلى موضوع الكاميرات المنصوبة في العراق، الحكومة رغم إنفاقها ملايين الدولارات على الكاميرات لكنها تقول إن مشروع نصب الكاميرات لم يحقق حتى 50% من الأهداف. هل هناك هدف آخر مثلا
يعني كي تعيث المجاميع المسلحة بأمن العراق، ولذلك هي لا تعتمد على الكاميرات أو ربما تغض الطرف عن نصب الكاميرات في الأماكن الحساسة والحيوية. سيادة العميد، أخي، بداية الأمن منظومة متكاملة تشمل قادة وعناصر كفوءة مهنية ومعدات متطورة من ضمنها الكاميرات وخطط مناسبة تتوافق مع فقه الواقع الأمني العراقي وقرارات سيادية. أي خلل في أحد أركان هذه المنظومة سيؤدي إلى فشلها وانهيار الأمن. وما فائدة وجود هذا الكم الهائل من كاميرات المراقبة مع وجود قادة ولائيين وعناصر متأملشين سلوكا وتصرفاتا أو لا تمتلك سيادة القرار؟ فبالتالي ستتحول هذه الكاميرات إلى أجهزة عقيمة لا تبرر غاية وجودها، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن هذا التصريح الحكومي هو بمثابة بطاقة مرور خضراء لماضيات الجريمة المنظمة وتمرير جرائم القتل والسرقات والجثث المجهولة والتي يدفع ثمنها العراقيين في جميع المحافظات العراقية. سيادة العميد، يعني هناك مصالح شخصية حسب ما يقوله المراقبون، هناك مصالح شخصية وأيضا هناك فساد في مشروع نصب كاميرات المراقبة لضبط الأمن، ولكن هل فعلا دخل الفساد والمصالح الشخصية في مشروع نصب كاميرات المراقبة لضبط الأمن؟ كل حكومات ما بعد الاحتلال هي لديها ثقافة الفساد والإرهاب الممنهج وإثارة المعارضة الطائفية وغيرها من الأمور السلبية التي دمرت البلاد والعباد. نعم. اليوم الجهات الحزبية السلطوية والمؤسسات الأمنية استبدلت قادر المنجز بوارد المسروق، والولاء للوطن بالولاء للحزب والمصلحة الشخصية. ومشروع نصب الكاميرات المراقبة هو لم يكن أصلا مشروعا أمنيا لكي يفشل، بل هو بوابة فساد جديدة تضاف لملفات الفساد المتعددة الأخرى. الفساد اليوم في حكومات ما بعد الاحتلال بات ثقافة لأحزاب السلطة في النظام السياسي الحالي. هذه المنظومة السياسية لا يمتلكون رؤية بناء دولة ولا يعرفون قيمة الوطن ولا الأمن للفرد والمجتمع، لأنهم زعامات ميليشياوية وطائفية امتهنوا الفساد ودمروا البلاد وفارقوا الطهرة والفضيلة وعانقوا العقرة والرذيلة. لذلك لا يمكن أن نرجو منهم أي مشروع أمني يخدم الوطن والبلد، كلها عبارة عن مشاريع فساد لمصالح شخصية ومصالح حزبية. سيادة العميد، من الناحية الأمنية والعسكرية وأنت خبير في هذا المجال، لو نتحدث عن أو نطرح الحلول، كيف يمكن الحد من السرقات والخطف والقتل في شوارع بغداد وفي شوارع المحافظات؟ كيف يمكن ذلك؟ أخي، الخلل كبير، الخلل في عقيدة هذه المنظومة التي تحكم العراق. لذلك أي حل لا يمكن أن ينجح بوجود هذه المنظومة. الحل الوحيد هو باجتثاث النظام السياسي الأعوج الذي جاء به الاحتلال وروته وغدته إيران. غير هذا كلها مضيعة للوقت والجهد والدماء على حساب دماء العراقيين. اليوم الحل الوحيد لتوفير الأمن هو وجود قادة أمنيين، منظومات أمنية مهنية، سيادة قرار لا تتحكم بها الميليشيات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل نظام حكم ميليشياوي وحزبي طائفي. التجنيد الإلزامي سيحل هذه المشكلة، مشكلة السرقات والخطف والقتل؟ سيادة العميد، مستحيل. التجنيد الإلزامي هذا هو بوابة أخرى من بوابات الفساد والفضائيين الجدد. هذه عبارة عن احتواء لعناصر وأسماء ومسميات موجودة على الورق وغير موجودة على الواقع الميداني. لذلك هو مشروع حاله وحال مشروع الكاميرات والمشاريع الأخرى. التجنيد الإلزامي وأيضا بوابات فساد جديدة تضاف لأحزاب السلطة الموجودة اليوم في العراق. من بغداد، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.